بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثامنة من أسلوب الاستفهام. طبعا هو نفس اليوم أنا صورت فيه المحاضرة السابعة والمحاضرة الثامنة. طلاب، المحاضرة الثامنة أول ما راح نبدأ بيها، راح طبعا هي المحاضرة الثامنة راح تختص فقط بمنومة، فقط بمنومة مثل ما قلنا. راح نبدأ بيها ملاحظات. راح نبدأ بيها شنو؟ بملاحظات. أنت أول نقطة تفتح الدفتر مالتك تراجع الملاحظات مال المحاضرة السابعة، شلون نعرف شنو فعل متعدي، لأن هسه هاي بعدين رجعنا. بالإضافة عندنا ملاحظات إضافية. ركزوا وياي، من تشوفون ذي الكلمات بالوزاري، بما بما فيما علامة حتامة إلامة عمة لما مما، شو مثلا البارود ايش يقول؟ يقول علامة يعيش المرء في الدهر خاملا، حتام نسري في دياجير مهنة، قال تعالى عما يتساءلون. فأنتم كل ما تشوفون هذين الكلمات وقال اعرب اسم الاستفهام اعراب ثابت ما تعبيهين، شنو اعرابهن؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، وحذفت الالف للتخفيف تمييزا لها عن بقيه انواع ما. طلاب، هي هاي مثلا لما، هاي لما شايف مين متكونه؟ متكونه من لما، هيك اصلها، اصلها لما. من دخلت حرف الجر اللام هاي الالف طيحناها، هذا توضيح لكم يعني ما مطلوب من عندكم انتم، زين؟ فهو اسم استفهام مبني على السكون في محل اعرابها ثابت تمييزا لها عن بقيه انواع ما. انواع ما راح ناخذها ان شاء الله بالتفصيل بالنفي، زين؟ هاي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، كل ما يقول لك ما دلاله من وما، دلاله من وما، الدلاله تختلف عن الاعراب. الاعراب شيء مثل ما علمتكم بالمجموعه الاولى، الاعراب شيء، دلاله شيء ثاني. مثلا كيف دائما تدل على شنو؟ على الحال، ما عليكم باعرابها، شك وراها ما علي، كيف تدل على الحال وهذا هو. زين، من على شنو تدل؟ تدل على العاقل 100%. شنو 100%؟ يعني كل جمله شوفها بحياتك بمن، من على شنو تدل؟ تدل على العاقل. زين، خوش، ما تدل على غير العاقل بس نسبه 99%. يعني كل جمله شوفها بالامتحان الوزاري قدام عيونك قال لك ما دلالة اسم الاستفهام اللي هو ما، تقول له من الغير العاقل، بس عند نسبة 1% من الأمثلة الدل ما دل على غير العاقل. وين هاي ناخذ أستاذ؟ ناخذ إن شاء الله بالمحاضرة، ما أدري يعني المحاضرات الأخيرة، آخر محاضرتين إن شاء الله راح آخذ بها هاي السوالف مال يعني الإثرائيات. طبعا هاي 1% إجا تطبيقي 2020 دور الأول تطبيقي، زين؟ شلون عندهم حظ حلو، زين. الملاحظة الثالثة، نشوف لمن وما وبراهن فعل ناقص. شنو فعل ناقص؟ يعني كان واخواته. كل ما تشوف لمن وما وبراها فعل ناقص فتقول لي مبتدأ تلاها فعل ناقص استوفى خبر. هذه الملاحظة يعني صحيحة منهجيا، يعني منهجيا تفيدك انت كطالب، تفيدك كطالب هاي ملاحظة صحيحة. شنو اعرابها؟ نقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاها فعل ناقص استوفى خبر. واضح ان شاء الله؟ نقلوا هاي الملاحظات مع القواعد اللي اخذناها بالمحاضره السابعه، هسه ننطلق للصبوره القادمه وعندنا امثله جديده وزاريه ونطبق عليهم سوالفنا كلهن، بعد راح نطبقهن. الصبوره الثانيه والاخيره بمحاضرتي مال اليوم، المحاضره الثامنه، نتكلم على من وما. من بعد ما قريت القواعد مالتك، من بعد ما قريت الملاحظات الاضافيه مالتك، راح تتابع وياي هاي الامثله الوزاريه وراح نطبق عليهن وشلون نفكر بالامتحان الوزاري. إضافة أنه أنت حاليا من بعد ما تكمل هاي المحاضرة الثامنة لا تعتبر نفسك ضبطت من وما 100%، لا اعتبر نفسك ضبطت من وما 99%، روح على الوزارة وتابع، لأن عندك نسبة 1% يشرحن بالإثرائيات إن شاء الله بالمحاضرة، يمكن قلت لكم 11 أو 12 بعد حسب الترتيب. المهم، النقطة الأولى، ما لي لا وما لي لا أرى الهدهد، قال وما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 2016 الدور الأول. حبيبي، عندي ما وراها شنو؟ وراها اللي، اللي شنو هاي اللي؟ شبه جملة. منين متكونة؟ متكونة من اللام زائدة الياء. هاي نشوفون لي لكم، زين؟ لي لكم لنا، ذن أشباه جمل. إذا ما شنو إعرابها؟ نقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاها شنو؟ تلاها شبه جملة، زين؟
نفس هذا المثال نفسه بالضبط يعني شبهه بس انطاني مالكم جابوها 2021 احيائي 2021 احياء الدور الاول. زين النقطة الثانية، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ 2018 أدبي، 2018 أدبي. زين حبيبي أول شيء عندي ماذا؟ قلت لكم هاي الذا، هاي الذا ما عليكم بيها يعني مو تخافون من عدها، هاي الذا ما عليكم بيها. زين هاي الذا عليها ملاحظة، عليها ملاحظة إن شاء الله والإثرائيات أعطيكم إياها مو هسه والإثرائيات. زين هسه هاي مبدئين ما عينا بيها، فروح على وين؟ روح على تقول. تقول هذا فعل متعدي لو لازم؟ فعل متعدي. زين أريد أعرف هذا الفعل المتعدي استوفى مفعوله لو لم يستوفي مفعوله؟ فعل متعدي ما راح اقطعها، فعل متعدي استوفى مفعوله لو لم يستوفي مفعوله. شو تشوفون؟ اكو بضمير الكاف والهاء والياء؟ لا. اكو بضمير الناء؟ لا. زين اكو وراء اسم منصوب نسال عليه بماذا؟ لا. فهذا فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. اذا شنو اعراب ماذا؟ راح نقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، العفو مفعول، ارجع اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. ليش؟ لان تلاها فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. اذا اسماء الاستفهام تلاها فعل متعدي لم يستوفي يعني ماكو مفعول به، فهاي مفعول به. زين من اصبح مديرا 2011 دور اول، مساش تقول ملاحظه كل ما تشوف لي اسم من وما وبراهن فعل ناقص، شنو الاعراب؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا تلاها فعل ناقص استوفى خبره. من ذا يعود، ركزوا بهذا المثال، هذا 2013 موهوبين. زين من ذا يعود خليا من مكارمه؟ ونروح على الفعل يعود. هذا يعود فعل لازم لو فعل متعدي؟ لا حبيبي، هذا فعل لازم، فعل لازم، ما يصير نقول يعودها. شوفوا اذا نقول يعودها بمعنى زارها، لان هي مثلا نقول عاده، العاده تجي بمعنيين. المعنى الاول يوم تف صوالي، هاي المحاضره الثانيه واحده على التوالي. يعني المعنى الاول بمعنى رجعه، عاده بمعنى رجعه. زين المعنى الثاني بمعنى شنو؟ بمعنى زاره، بنقول عدت المريض. شنو معنى يعني زرت المريض؟ هذا هنا الفعل معناه رجع لو معناه زاره؟ معناه رجع. يقول من اللي يعود خليا من مكان، من اللي يرجع خالي من مكارمه؟ تمام، فهذا بمعنى الفعل رجع، ورجع فعل لازم، هو ما دام موهوبين لازم بيه لعبه. ركزوا وياي، هذا يعود فعل لازم لو فعل متعدي، لازم اعرف اصل الفعل. يعود شنو اصله؟ رجع. زين يعني يرجع، يعود يرجع فعل متعدي لو لازم؟ فعل لازم. تمام، يرجع اعطيتكم اياه وين؟ اعطيتكم اياه بالتحدي بالمحاضره الثامنه، ما ادري حليتوه بعد، لا بالمحاضره السابعه. يرجع مو يرجع، يرجع. المهم فهذا يعود بمعنى يرجع، ويرجع شنو؟ فعل لازم. اذا هذا هنا شنو؟ مؤمن اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا تلاها فعل لازم. مو تقول لي هذا فعل متعدي وهذا سوف مفعول وراء اسم منصوب، لا طبعا، هاي هنا خليا للاضافه يعني الفائده، تنعرب حال. هاي مكتوبه بالدفتر، خاف مثلا المدرس مالتكم يسالكم بالمحاضرات العاديه بالمدرسه يعني. زين النقطه الخامسه، ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهم؟ حبيبي هاي بال النسوه، كلمه بالو دائما يجي وراها مضاف اليه، دائما استاذ مبدا بالمنهج مالتكم، نعم دائما، فهذا اسم معرفه. هذا شنو؟ هذا اسم معرفه. اذا شو تعرف ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا تلاها فعل، تلاها اسم في محل رفع مبتدا او خبر، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا او خبر تلاها اسم معرفه.
زين النقطة السادسة، من إله غير الله؟ هذا نازحين، هذا نازح. ركزوا وياي، أريد أوضح فد ملاحظة جدا مهمة حبيبي. إذا نقول الله عز وجل هذا اسم معرفة، ما بي إشكال، هذا ما حد يختلف عليه، رب العالمين الله عز وجل هذا اسم معرفة. بس إذا أقول كلمة إله، إله هذا اسم نكرة، إله هذا اسم نكرة، مو حسب بالكم اسم معرفة. الله عز وجل اسم معرفة، بس إله لا، اسم نكرة، إله هاي إله اسم نكرة، تمام؟ فأنا شو نقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاها اسم نكرة. زين النقطة السابعة، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أول شيء أجعل من وراها شنو؟ وراها فعل، هذا الفعل متعدي لو لازم يغفرها عفية، هذا فعل متعدي. زين بضمير لا، لا الكاف ولا نهاية السوالف، وراء اسم منصوب. ماذا يغفر؟ يغفر الذنوب، إذن هاي الذنوب مفعول به، إذن هذا فعل متعدي استوفى مفعوله. إذن من إيش راح تكون اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاها فعل متعدي استوفى مفعوله. النقطة الثامنة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. خارج القطر، من أظلم حبيبي، مش شوف لي من وبراه هاي الكلمات، من وبراه هاي الكلمات اللي هي مثلا أظلم، أحصى، أظلم أحصى، أشد، أظلم أحصى أشد، أحق. زين بعد شنو عندنا؟ اثنين وزاريات يعني أظلم أحصى أشد، اللي على وزن أفعل، يسمون على وزن أفعل. شوف أظلم أفعل، أحصى أفعل، أوفى. زين وما شابهن، وما شابهن، اللي على وزن شنو؟ على وزن أفعل. هذني أسماء نكرات، هذا شنو؟ هذا اسم نكرة. إذا من شنو إعرابها؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاها اسم نكرة. هاي ملاحظة تنقل بالدفتر يعني. النقطة التاسعة، قال من أنصاري إلى الله. ركز حبيبي، شو عندك بالأساسيات؟ معلمك كل اسم يتصل بي ضمير، كل اسم يتصل بي ضمير هذا اسم معرفة. هي كلمة أنصار، أنصار نكرة متصلة بها ياء، صارت اسم معرفة معرف بالإضافة. إذا من شنو إعرابها؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر تلاها اسم معرفة، اللي هي كلمة أنصاري. زين الأخيرة، بما التعلل، يلا بما شنو إعرابها؟ مساء أخذناها، اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، لأن سبق بحرف جر، ونقول شنو؟ نقول حذفت الألف للتخفيف تمييزا لها عن بقية أنواع ما. واضح إن شاء الله، واضح. خلصنا من وما، خلصنا من وما، بقانا إن شاء الله بالمحاضرة التاسعة والعاشرة. أي كم المحاضرة؟ 11 إن شاء الله الاستفهام مجازي. زين والمحاضرة يمكن لو 12-13 سوين احتمال 13 محاضرة الإثرائيات وما شابه ذلك. زين بالتوفيق إن شاء الله. هاي المحاضرة إذا ضبطتوها روحوا للوزاريات مالته، روحوا للوزاريات مال من وما وضبطوا لياهن أكثر. زين أنا عندي قاعد أسوي ملزمة عن مال وزاريات خاصة بي، يعني خاصة بمحاضراتي، بعد ما أدري تنزل لكم أنتم 2022، احتمال تنزل جماعة 2023، بعد الله أعلم. أنتم حظكم هاي المحاضرة مثل ما استفادتوا من عندها نشروها بين الطلاب، قناتي بالتليجرام أيضا استفادوا من عندها. مع السلامة.